الرسم حرام ولا حلال؟ أما عملت الفيديو عن دار الإفتاء اللي بنسأل فيه عن حرمانية الرسم، ناس كتير هجمتني وقالت إن دار الإفتاء مش مصدر نثق فيه. طبعا حاجة حزنتني جدا إن إحنا ما عندناش ثقة في مصدر زي كده، ولكن خلينا نتصل بالأزهر الشريف ونشوف هيقولوا إيه بالتفصيل. يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم مفتون متخصصون من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. كنت عاوز أسأل حكم الدين في مسألة الرسم. الرسم يعني ايه بالظبط؟ رسم على ورق عادي، على ورق، على قماش، على حيطة، مش نحت. يعني ممكن يبقى منظر طبيعي وممكن يبقى بورتريه، أرسم مثلا حد لصديقي مثلا لوحة ليه ويعلقها مثلا في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يوم القيامة يعذب الله عز وجل المصورون، ويقول الله لهم أحيوا ما خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالتصوير هنا النحت، وادعى أنه يصنع خلقا كخلق الله سبحانه وتعالى. الوعيد في هذا الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، الوعيد لمن يدعي أنه يخلق خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك